معنا اتصال فؤاد حجازي. الو الو، الو مساء الورد. الو، مرحبا، اهلا اهلا، هلا، مساء الخير. كيف الصحة؟ تمام اهلا. الحمد لله، كل عام وانت بخير. انا سعيد اني الان بشوف اعز الاصدقاء على الشاشة، اخي وحبيبي الفنان الكبير صاحب القلب الكبير الحنون الطيب النظيف الأستاذ محمد وهيب، أستاذ الكل. ويعني اليوم الشاشة منورة بوجوده هذا الفنان القدير، الملحن الكبير والمؤلف والمطرب، يعني ما شاء الله عليه، جامع أشياء جميلة جدا بقلبه، والصديق الصدوق والوفي والحبيب. يعني أنا اليوم كثير سعيد إني بحضر نورمينا وبشوف الأستاذ وهيب اللي أعطاني أحلى الألحان وأغلى الألحان اللي رافقت فؤاد حجازي في رحلته الفنية. أجمل الأغاني أعطاني، يا بني ماني فرنجي، أنا نازع عن ديني، من وين دربي لروح، ومجموعة أغاني وطنية وفي الوطن العربي. محمد وهيب صديقي وأخي من 35 سنة، صداقتنا متينة مبنية على أسس طيبة، وأستاذ وهيب هو الصديق الصدوق. يعني إحنا إذا كل يوم ما حكينا مع بعض وطمأنينا على بعض بنحس حالنا كأنه في فراغ. يعني فالأستاذ وهيب اليوم منور الشاشة، وكمان الفنان جوني كمان استاذ فادي، فكمان ابن استاذ رأفت فؤاد كمان فنان، ان شاء الله كمان منور الشاشة اليوم، ونتمنى له كل التوفيق والنجاح. وسمعت انا كمان استاذ وهيب عم بيعمل له الحان، فهذه شغله مهمه ان شاء الله يا رب. ان شاء الله يا حبيبي يا استاذ فؤاد. يا اخي هذا كلام فعلا، انا بحس دائما كانه انا اللي بتكلم عن نفسي. انت فؤاد رفيق العمر، رفيق المحبه، رفيق الموسيقى والالحان مع العمر الجميل والزمان. يا والزمن الجميل يا فؤاد، احنا انا وياك توأم روح، انت توأم روح. يا سلام، الله يديم المحبه يا رب. استاذ فؤاد معنا. حبيب قلبي يا استاذ وهيب، انت يعني انت رفيق العمر ورفيق الاخ والصديق. يعني احنا من رام الله بدانا انا وانت، من رام الله. صحيح. انت استاذ كبير من هذاك الاثناء، انت 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 من غنى باسم الحريه اجمل اغنيه وطنيه في تلك الاثناء، العالم العربي كله غناها باسم الحريه نضحي بالارواح. اي نعم، باسم الحريه وصلت على خط اردننا. طبعا والله طبعاً. يا فؤاد انا ما بنسى يوم عرفتك كان عمرك 17 سنه. لو سرقتنا السنين نكتف عمرنا مش مهم، بس الله معطينا الصحة الحمد لله ومعطينا الخير، ولسه لسه بنعزف وبنغني. أنا عجبني هذيك اليوم لقائك لما حكيت على الفنانين الأردنيين شو بيقدموا وشو بيعطوا، ولا يزال عندنا انتماء لهذا الوطن العزيز الغالي. نعم والله كلنا يعني صحيح احنا ما أخذناش الفرصة، اللي أنا قلت أنت ابني وأنا ببني، تنعمل لابنك ودني. يا سلام. الوطن بده سواعد، بده رجال لتبني. معليش يا فؤاد لو انا ما بنيتش لهلا، بنيت اولاد وبنيت شهره وبنيت محبه الناس. يا فؤاد انا فعلا زي ما حكى استاذ فؤاد، اذا ما حكينا مع بعض وضحكنا على التلفون ما بيرتاح القلب الحنون، بتحس في شيء ناقص. الله يجمعكم دائما على الخير استاذ فؤاد. شكرا يا فؤاد، هذا اسم كثير عليك تحكيلي. أنا بطلب من رب العالمين إنه الله يعطيك الصحة والعافية والهمة والنشاط. أنت حبيب كل الناس، وكل الناس بتحبك، ويا ريت كل الفنانين زيك. يا ريت كل الفنانين زي قلبك الطيب الكبير اللي بيساع كل حبايبك. والله يا حبيبي زي ما قلت قبل شوي، أنا بحب الناس هم بيحبوني. وحدك يا فؤاد يا أغلى الناس، أنت نور عيوني. يا سلام. يعني بغاوز معك شكله هيو. هيدا حكي ان شاء الله رح نتركك مع المذيعات الطيبات
ونتمنى لك كل التوفيق والنجاح ان شاء الله. ما شاء الله عليهم والله صادقين في كلامهم واسلوبهم وحسهم الحلو. معنا استاذ فؤاد. نتمنى لك كل التوفيق ان شاء الله. عن جد شكرا كثير لاتصالك، وان شاء الله تكون معنا ضيف مميز استاذ فؤاد حجازي. اكيد ان شاء الله يا رب، ان شاء الله ان شاء الله. تحياتنا للعائله الكريمه. تحياتنا لكم. تسلم تسلم، شكرا لاتصالك. شو هالمحبه على الهواء مباشره، ما شاء الله. اخذناه كيف فؤاد شوي. ايوه استاذ خذ راحتك فؤاد، من منا وفينا فؤاد عادي، يعني احنا عايزين مع بعض. انت استاذنا ويعني بيطلع لك كل شيء. الله يخليك حبيبي استاذ. انا حكيت لوالدك انا بتبنيك الالحان كلها وصلت. هذا شرف، شرف لي كبير. لك يعني. وهديه. حبيبي استاذ تسلم. عندك شيء لازم يبين. تسلم. فؤاد حجازي يعني زميلي واخي وحبيبي، تعرفت عليه عمره 17 سنه. نعم. كنا نشتغل في محل في رام الله اسمه الكارتون. وانا اول طلعت يعني كنت اعزف عود واغني في هذا المحل، ومحل راقي جدا جدا. هو وقتها تعرفت عليه في هذا المكان، جاي من لبنان، وحبيت الولد صوته. وبعدين هو عشان انا بعزف ضلينا مع بعض طول الفتره. وبعدين انا كنت موظف الاذاعه، اروح واجي يوميا من عمان للقدس، من القدس لعمان. يا الله. يوميا ساعه وربع الطريق كانت هذا واروح. التقينا بعدين اجوا سمعوا حبايب يعني مسؤولين شافوه، قالوا تتوظف في الاذاعه؟ انا ما توظف، وتوظف في الاذاعه. صرنا مع سوا انا وياه. وبلش يعني اول اغنيه انشهرت له طبعا مش الي، كانت منديلي ضايح وينه بيد الدلاله، يعني كانت اغنيه حلوه في ذاك الوقت وانشهر. وبلش ياخذ الحان، وانا سبحان الله كل الالحان اللي اعطيتها كانت تنشهر. يا بني ماني فرنجي، أني نازل على المدينة لجلوينك صبحة، من وين دربي لروح بنات المدينة تلوح. يا سلام، كلمات حلوة صح؟ فكرة يعني. وأعطيته كمان أغنية غناها كثير، بقول راجع خي من الغربة ومتجوز شجراوية، وبنت عمه بتستنى بعد زينة وصبية، منو ينسى ديرته؟ منو يبيع أهله؟ قالوا تعلم يا ويلي بعده على جهله، بنات الدير كثير وبلاد العرب كبير يطلب على متى. يا سلام. ويش اللي عملته يا خي؟ زعلت يلي حبوه. شو بتحكي الاجنبيه؟ يلا ترجم للمقابل. حلو الكلمات. برضه بتحكي على الواقع، حتى على واقعنا. انا زي ما انا فرنجي عامل له، انا اعمل له يعني اعمل له كثير اغاني من الالوان هذه. لانه دائما مع بعض كنا، دائما مع بعض ولا يزال مع بعض الحمد لله. الحمد لله بتضبطكم الصداقه. زي ما ذكر الصديق الصدوق يعني، هذا اهم شيء. وبعدين بنفس الوقت فنانين بسمعوا الحان وسمعني كذا. وهلا احنا مهما يطول البعاد بدنا نرجع لفؤاد. فادي اكيد لنا سؤال لفادي، هلا تعاملك مع شقيقك فؤاد قاحوش هاي تجربه بس معه، ولا ناوي تتعامل مع ملحنين عرب اللي بكتبوا الكلمات الاشعار، مع ناس ثانيين خارج الاردن؟ اكيد حلو الواحد يغير ويتعاون مع بس الحلو انه انا مع فؤاد، لانه فؤاد عنده افكار، عنده شيء جديد، عنده اللي انا بدي اياه، وبيعطي كل واحد حسب صوته. حسب ما هو ايش يعني ايش يعني بيقدر يطلع مقدرته. فؤاد يعني انا هو مش عشان اخوي يعني، بس فؤاد مميز حتى باختيار يعني بيعرف الكلمه كيف يكتب الكلمه، بقعد يعني ممكن اسبوع على كلمه، ممكن بقعد اشهر على اغنيه كامله يعني. لما يقعد على الكلمة يعني شهر ويقتن الأغنية صح واللحن يعني. عشان هيك أنا باخذ من فؤاد مش عشان أخوي بس، لأنه هو فنان صحيح. وبتمنى أنه أتعامل مع يعني ناس برا يعني، هذا إشي أكيد يعني الواحد لازم يتغير كمان. أنا حابة أطلب منك طلب بعد إذنكم. بعد إذن أكيد أستاذنا. خلينا على التسهيل. خليها على التسهيل. حابين نسمعها، سمعناها بصوت أخوك فؤاد، موجه له تحية ولوالدك أستاذ رأفت أكيد، فحابين نسمعها بصوتك. أوكي. عايش الدنيا وما فيها وشوف اللي صاير فيها، عايش الدنيا وما فيها وشوف اللي صاير فيها، لا يهمك ولا تهتم خليها عالتسايل، عيش اليوم بيومه وبأفراحه وهمومه، عيش اليوم
بيومه وبأفراح ويمومه ليهمك ولا تهتم خليه عالتساهي خلي اللي صار يصير لا تنسى ربك كبير وهو بيعطي الفقير خليها عالتسايل لا تنسى الدنيا دوار عايش فيها بمشوارة وبكرة أكيد بتحلى خليها عالتسايل خليها عالتسايل الله يسهل أمرك يا رب.